مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الصحافه. اليوم هنبداها بخبر الحقيقه مش لطيف خالص، الباقيه في حياتكم والباقيه في حياه مصر كلها، في وفاه الكاتبه والاديبه والدكتوره والانسانه والمواطنه والست المصريه الاصيله والجدعه الدكتوره رضوى عاشور. مفيش كلام يتقال في المواقف اللي زي كده، مفيش كلام فعلا يتقال مع الخسارات اللي بالشكل ده، مع خساره البشر او البني ادمين اللي بالتقل ده او بالروح دي او بالحلاوه دي او بالوطنيه دي، مفيش اي كلام يتقال. لو قعدنا نتكلم 20 سنه، لو قعدنا نكتب مليون صفحه، مش هنوفي الدكتوره رضوى عاشور حقها، مش هنوفي الست اللي كانت واحده من اوائل من قالوا لمبارك لها، واحده من اول من اسسوا حركه 9 مارس لاستقلال الجامعات، وكانت بتمشي في وسط الناس والطلبه يعني تبيع الامل كده، تبيع الامل مجانا في نفوس كل الناس. فواضح واضح زي ما قلت لحضراتكم امبارح انه في ايام ما بتتبلعش، انه هذه السيده التي كانت تنشر الامل بين صفوف الناس لم يعد لديها امل بعد القرار بتاع المحكمه بتبرئه مبارك ورجاله. مش عاوز بس يكون الربط متعسف، لكن هي دي الحقيقه وهو ده اللي حصل، ان في نفس الوقت وفي نفس اللحظات وبعد ساعات ترحل عننا الدكتورة رضوى عاشور، وكانها أن تعترض على ما حدث بطريقة أخرى. الله يرحمها وربنا يصبر تميم وربنا يصبر مريد برغوثي ويصبر كل المصريين على هذه الخسارة البشرية والإنسانية الكبيرة. لسه الصحافة المصرية برضو مكملة في المتابعات بتاعة مبارك، بس قبل ما نروح على المتابعات بتاعة مبارك وردود الفعل، خلينا نقول كده حاجة. لا مش واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، دول خمسة. خمسة في عين العدو وفي عين كل مسؤول أو السلطة بتظن أو بتتخيل إن كلمة لا هتختفي بعد شوية بسبب الحركات بتاعت اتهامات الخيانة والتمويل والعمالة والكلام ده. خمسة لا في عين كل واحد عاوز يوهم الناس إن لا فعل حرام، أو ساعة تروح وساعة تيجي، ساعة ينفع نقولها وساعة ما ينفعش نقولها علشان الشعارات المطاطة بتاعت ظروف البلد والكلام الكبير إنه ما يسمحش. لا بتتقال في كل وقت طالما في خطأ، طالما في غلط، طالما في نقصان. لا حلال نقولها لما نحس إن في رئيس أسبق حاكمناه على تشطيب كام فيلا ونسينا نحاسبه على تخريب بلد بأكملها. لا حلال نقولها لما نلاقي الأمن بيطارد المتظاهرين اللي بيهتفوا باسم الحرية أو عندهم مطالب ويسجنهم بدعوى مخالفة قانون التظاهر، بينما في نفس وإحنا مش معترضين على ده، يعني مش هو ده حكايتنا يعني، بينما يوم السبت خرج أنصار مبارك بعد البراءة يتظاهروا قدام المستشفى بالأغاني والشربات وكأن قانون التظاهر خد أجازة. لا حلال نقولها علشان نرفض، عشان نرفض إن كلمة لا نفسها تتحول أو تكون سبب يخلي بعض الكتاب أو الإعلاميين يتهموا أي حد من المعارضة أو أي حد بيقول لا إنه خاين وعميل وباع وطنه. لا حلال نقولها لما نشوف البلد بتضيع مننا بسبب خناقة سيب ونسيب، ثورتنا أحسن من ثورتكم، اللي شاغلنا بيها ناس لا هم عارفين يعني إيه 25 يناير ولا حصل فيها إيه ولا قامت ليه، ولا هم عارفين يعني إيه 30 يونيو ولا 30 يونيو كانت عاوزة إيه. لا حلال نقولها لما نشوف الوجوه القديمة بتطل مرة تانية من الشبابيك وعاوزة تسرق المستقبل زي ما سرقت الماضي. دول الخمس لقات بتوعنا قلنا نوضح بيهم شوية حاجات أساسية بتغيب عن الناس، أو في ناس بتتعمد إن هم يغيبوا عن المشهد اللقات دي طمعا في عودة الماضي، الماضي بتاع مبارك اللي كان فيه الكل ساكت، اللي كان فيه الكل خايف. لكن بقى في جريدة الشروق المصرية النهاردة، العدد بتاع النهاردة، كان فيه خمس لقات من نوع تاني، لقات رايحة في كل اتجاه، واحدة لأ للشباب والتانية لأ للمحبطين والتالتة لأ للسلطة والرابعة لأ للمنافقين والخمسة لأ للمتبلطية. اللقات الخمسة موجودة في مقال الدكتور عمرو حمزاوي المنشور برضو بنفس العنوان، اللقات الخمسة وبعديه علامة تعجب. الراجل ده اللي هو الدكتور عمرو حمزاوي أكاديمي بيقول كلام مهم وعاقل جدا، بس احنا بنستسمحه النهاردة في الصحافة اليوم ان احنا نقول الكلام ده بالبلدي، يعني بنستسمحه ان احنا نعمل من مقاله النهاردة نسخة شعبية، النسخة الشعبية من مقال الدكتور عمرو حمزاوي اللي فيها كان واضح هو بيقول لا لمين ولا لايه. اول لا عند الدكتور عمرو حمزاوي في مقاله، لا اوعى حد فيكم يعتذر في يوم من الايام عن انه خرج يطالب بالحقوق والحريات والكرامة وسيادة القانون وتداول السلطة، لا تعتذر عن ذلك. تاني لا كان بيقول فيها لكل العاقلين اياكوا والتورط، لا تتورطوا،
بلاش حد فيكم يشترك كلاميا مع مزيفين العقول، مع المطبلطية، مع المنافقين. بلاش حد فيكم يتورط في اشتباكات كلامية مع الناس اللي بتدعي امتلاك صكوك الوطنية واللي عاملين فيها انهم بيدافعوا عن الوطن بينما هم بيذبحوا الوطن. لا تتورطوا معهم، لان هذا تضييع لوقتكم واهدار لطاقتكم ووقت الوطن برضو. اللقة نمرة 3 اللي قالها عمرو حمزاوي في مقاله: لا تتجاهلوا، اياكم تنسوا ان الرفض الدائم للاستبداد والظلم مهمتكم، اياكم تنسوا ان مواجهة كل انتهاكات الحقوق والحريات من غير معايير مزدوجة هي امالكم. يعني باختصار، لا لتطبيق الحقوق والحريات حسب المزاج. لو كانت ضحية معانا نقف معاها ونسند ونقول حقوق الانسان والكرامة، لكن لو كانت ضحية من خصومنا يبقى يغور، ما يستاهلش الكرامة ولا حرية. لقى نمرة 4 بيقول فيها: لا تنسوا ان التخلص من الظلم واهله ونخبته حلم اتحقق في دول كتير، مش صعب يتحقق في مصر طالما في ناس متمسكة بحق المواطن والشعوب في العدل. واخيرا بيقول في اللقى 5: لا تستسلموا، لا تكتفوا بالاحباط والاسى والحزن او الانفجار الغضبي الوقتي اللي هو هوبا ونكسر وبتاع وننفس شوية وبعدين نرجع. لا، لا تستسلموا لكل هذه الامور لو حصلت هزايم ولو انكسرتم، ولا تنسحبوا من الشأن العام ابدا. ما تسيبوش البلد للماضي بظلمه وقرفه وحرميته يرجعوا يسرقوا المستقبل كمان. لا لليأس والاحباط، اليأس خيانة زي ما قال، والإصرار أكيد هيجيب لمصر بكرة هامش ديمقراطية جديد. أشوفكم بعد الفاصل.